سيلا، رقم 3 أمادو ديارا، رقم 6 عبد الله توري، رقم 23 عبد الله كامارا، 18 نابي كايتا واحد من نجوم المنتخب الغيني، رقم 8 كونتي، 25 وسيرو جيراسي في الخط الهجومي. بينما الصافرة ستكون اليوم بورانديا، هنا دور الحكم لضبط الأمور لأنه الانفعال الزائد ممكن يخرج المباراة من سياقها ومن روحها الرياضية وكذلك من متعتها ومن فرجتها. مع مهاجم الشباب الحبيب ديالو إضافة استلام هنا ببينية المتابعة بالرأس على طريبالي، ولدينا من كذلك الحبيب ديالو أمامية انطلاقة من الجهة اليمنى، هذه فيها فرصة جول ولكن الدفاع يرفعه بالرأس، الدفاع يتدخل والمتابعة بتسديدة ولكن إلى ركنية أخرى، ركنية أخرى السنغالية يا مالي أم تلمس المدافع الغيني سلامات محمد علي كاميرا. هنا الصاروخي دياتا يرفع في القائمة الثاني وبالرأس بعد ذلك يرفعها في القائمة الثاني، الرأسية ممكن ولكن حارس المبالي ارسل الطولية في اتجاه منو اسماعيل الصا، واحد على واحد المرور ممتاز والعرضية في القائمة الثاني، لكن لا سأريح اللاعبين هنا انطلاقة، لكن ادوار مندي فيلعبون الكرة السهلة الكرة السهلة فيها جول فجأة يبقى حاضر. هنا انطلاقة من نابي كيتا، العرضية من نابي تلقاها منتخب الكوت ديفوار، كرة أمامية بالرأس لبعاد من عبد الله، لم يتمكن من انتزاع اللقب ولكن كانت الكاميرون الأرض الشاهدة على أول تتويج وكأس في تاريخ منتخب السنغال. طبعا يقولون هذه البدايات فقط، هذا الجيل ممكن يحصد المزيد. ساديو ماني في استلام الكرة، ساديو والكرة بعد أسرع كل مكان في هامش فرص على المباراة لتواني ولدقائق، ترفع عليها الكرة برابي كيتا، نابي كيتا العرضية بصعوبة يتم إخراجها، لازالت صعبة، التسديدة والركنية ركنية لفائدة المنتخب السنغالي بعد تسديدة اللاعب مندي. طبعا هذه ثاني تسديدة لمندي من خارج منطقة الجزاء اليوم، قد تكون الكلمة للمنتخب الغيني عملية المرور، لكن في اسماعيل في القائمة الثاني مرة تالية، يعني مرة أخرى غينية، مرور جميل في خطأ الحكم خلى الامتياز ولكن سيرجع الحكم البوراندي ما دامت الكرة ضاعت على اللاعب أنطوان كونتي. هذه الإعادة مرة أخرى، مرور رائع هنا تخلص من صعب. خلونا بهذا النسق، خلونا نلعب بهذه الطريقة، تعيس هذا والمستوى الذي دار به في المباراتين الماضيتين. السنغال هذه صعبة، بينما كرة كنترول ممتاز، ماذا فيها؟ ماذا يعلن الحكم في هذه اللقطة؟ لا وجود لضربة جزاء، هل كان في ضربة جزاء في الكرة الماضية؟ خبي الغيني مرفوع الكرة من موريبا، كاميرا مر بعد ذلك من الثاني ياكوبس، فيها تملك حازم في قراراته، الحكم اللي يضبط الامور بسرعه، وفي حكام اللي صعب الامور، يعني افضل على مستوى الريتم وعلى مستوى الفرص وعلى مستوى الاهداف. وراء واليو سيسي طبعا تيميتو دايسيك يصعد الان المسيره، هذه ممتازه للمنتخب نفسه في اخر الجولات، ولو ان اللقاء القمه نتابع ونعاين هنا ساديو ماني، العرضيه معظم المستوى البدني على الخصوص، وسط الكره في الجهه اليسرى، الكرات الجانبيه يرفع هذه الكره ياكوبس الراسي يمر ساديو، لكن هنا في مراقبه صل هنا العرضيه داخل منطقه الجزاء بالراس، والكره مرت عاليه، الكره تمر عاليه على مرمى الحارس ابراهيم كوري، خروج في مخاطره كبيره من جانب ابراهيم كوني. كان في لقاء الكاميرون والمنتخب غامبيا قدم في اللحظات، هنا الكره البينيه اقرب الي محمد، العديد من الفرص، هنا الكره الاماميه غينيه فرصه الان التسديد، هذه المحاوله بينما الكره فيها مراوغه وفيها بعد ذلك فيها جول كيف ضاعت يا ساديو يا ماني، كيف لهذه الكرة أن تضيع يا ساديو؟ غلطة كبيرة في الدفاعات الغالي، مرفوع الكرة في القائمة الثانية بالرأس بالضربة الحرة الآن، مرفوع الكرة في القائمة الثانية، جول أول
أخيرا السنغال براسية عبد الله ساكا من كرة ثابتة. حذرت الغينيين من الضربات الحرة السنغالية. هكذا لعبت، هكذا تم تحضير في القيم الثاني. عبد الله ساكا براسية يزور الشباك الغينية. 1-0، إذا النتيجة تتغير مع الربع الساعة لمنتخب الغيني. انطلاقة هجمة دياطا لوحة الجميلة اللي يرسمها جمهور المنتخب السنغالي في استلام عن طريق لاعبي كونتي. ضغط يا كونتي، الحكم صفر خطأ. دياطا ماذا سيفعل؟ دياطا يدخل، دياطا العرضية الغيني مرفوع الكرة. كانوا قريبين جدا من معادلة النتيجة. اعتقدت بأن الكرة مؤطرة في نهاية المطاف. مندي ممتاز الكرة الماضية. شوف هنا ينسل من الجميع ثم بالرأس. يا المنتخب الغيني ترفع هذه الكرة من كونتي. بعيدة. هذه ممكن تشكل خطورة. البيدية ممتازة. الهدف الثاني فيها وضعية تسلل. الحكم يقول فيها وضعية تسلل على مهاجم السنغال. تسديدة تأتي، تسديدة لازالت الهجمة وفيها هنا تسديدة. تتحول إلى هجمة. الثاني في الطريق. الثاني جول 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 جول. السنغال في الوقت البدل الضايع من الانتصار، وبالتالي العلامة الكاملة في هذه المجموعة. هكذا نعم نهاية السنغال سعيدة جدا عن طريق البديل اندياي. يأمن نعم السنغال في ريادة هذه المجموعة وبالعلامة الكاملة. تركوا تماما العرضية وممكن جول.